تعهدت 15 شركة في قطاعات التصنيع والأسمنت والنفايات والنقل والتمويل والطاقة في دولة الإمارات بتنفيذ أهداف لخفض الانبعاثات الكربونية واتباع سبل أكثر استدامة في إدارة عملياتها وفق جدول زمني يتناسب مع المسار الوطني للحياد المناخي 2050 الذي أعلنت عنه دولة الإمارات. نركز فيها في هالنسخة على بناء قطاع النقل المستدام في دولة الإمارات. قطاع النقل قطاع مهم جدا يلعب دور كبير في خفض الانبعاثات في الدولة، مثل ما نحن أعلننا مؤخرا أن نحن بنخفض الانبعاثات بنسبة 40% بحلول عام 2030، وذلك خلال إعلاننا للنسخة الثالثة من التقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنيا لدولة الإمارات. ونحن متعاونين في هالنسخة مع مؤسسة الإمارات للقيادة عشان نطور قطاع النقل ونسعى لتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050 في دولة الإمارات. وباعتبار أن قطاع النقل أحد أهم القطاعات التي يمكن من خلالها تعزيز استدامتها والمساهمة في تعزيز العمل المناخي العالمي، شهد الحوار الوطني توقيع مذكرة تفاهم بين شركة الإمارات لتعليم القيادة وكربون صفر. اليوم نحن في شركة الإمارات وضعنا استراتيجية واضحة لمواكبة تغير المناخي والاستدامة، بحيث وضعنا استراتيجية ابتدت من عام 2023 إلى 2027، من ضمنها تغيير أسطول المركبات عندنا إلى سيارات كهربائية وسيارات هجينة، وأيضا كل ما يتعلق بالاستدامة مثل الطاقة والكهرباء عندنا تغييرها إلى طاقات صديقة للبيئة. مجموعة من المبادرات والمشاريع الرائدة تساهم بها كافة الجهات الاتحادية والحكومية والقطاع الخاص في الدولة، الأمر الذي ينم على أن دولة الإمارات عازمة على الارتقاء بطموحها المناخي وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وتعزيزاً لوفاء الدولة بالتزاماتها تجاه الاتفاقيات الدولية للعمل المناخي وعلى رأسها اتفاق باريس للمناخ.